تحياتي يا أصدقائي. محكمة أمريكية حكمت ضد نظام بشار الأسد لصالح عائلتين من عائلات الجنود الأمريكيين اللي قتلوا بالعراق. الحكم كان بدفع تعويضات بقيمة 364 مليون دولار. طبعا النظام بهي المحكمة لا حضر ولا بعد حدا يدافع عنه ولا أي شيء، يعني تعاطى مع المحكمة وكأنما إما أنه هي عم تصير بكوكب تاني أو أنه هو مو موجود بهذا الكوكب. يعني فعليا هو عامل مثل النعامة اللي دفنت راسها بالرمل على اعتبار أنه هاي العملية بتخلي الناس ما يشوفوها، لكن النظام موجود بنقطة المركز بالدائرة. ليش؟ لأنه ما شاء الله تاريخ النظام بالأعمال الإجرامية صار معروف، وبالتالي كل الناس صارت تعرف بأنه هو مسؤول عن مجموعة أشياء حدثت بالتاريخ، بالتاريخ القريب طبعا. القصة بما يخص هدول الجنود الأمريكيين أنه بعد 2003 تاريخ الغزو الأمريكي للعراق، بشار الأسد دعم مجموعة من المنظمات الجهادية تحت حجة أنه هاي المنظمات هي منظمات مقاومة وبدها تدافع عن العراقيين ضد الغزو الأمريكي، ضد وجود القوات الأمريكية بالعراق. فعليا المنظمات اللي دعمها هي منظمات فينا نقول عنها وبجدارة أنه هي منظمات إرهابية. تاريخ النظام السوري بعلاقته مع هاي المنظمات كتير واضح ومعروف، يعني هو تاجر فيها، سمح به أنه هي تمارس أعمالها ما بين سوريا والعراق. لا بل يقال بأنه كان باللاذقية، بأرياف اللاذقية، في معسكر لتدريب العناصر اللي بدها تلتحق بهي التنظيمات. الأعمال اللي عملتها هي التنظيمات أعمال بشعة جدا بتاريخ العراق، من عمليات قتل مدنيين إلى تفجير أبنية إلى ما شاء الله من الأعمال الوسخة. يعني فعليا الأعمال اللي عملتها هي التنظيمات هي اللي سرعت ل سقوط العراق بشكل فعلي تحت هيمنة إيران. أنتوا إذا بتراجعوا هذا التاريخ رح تشوفوا أنه كل الأشياء اللي صارت واللي يقال أنه النظام السوري كان داعم فيها لهي التنظيمات أدت إلى انسحاب الأمريكيين وخضوع العراق لسلطة ميليشيات فعليا هي موالية لإيران. هلأ إذا نحن بدنا نشوف القصة من الناحية القانونية أو من ناحية الأشياء اللي عملها هذا النظام بالعراق، رح نتذكر أنه بعام 2009 نوري المالكي اللي هو هلأ حاليا من أهم داعمي نظام بشار الأسد كان عم يبعث رسائل للأمم المتحدة يتهم فيها نظام بشار الأسد برعاية الأعمال الإرهابية، وبعام 2009 تحديدا طالب النظام بتسليمه اثنين من قادة هاي التنظيمات، كانوا بعثيين ولا كانوا جهاديين، بتهمة أنه هن كانوا مسؤولين عن موجة تفجيرات في بغداد أدت لمقتل 64 شخص. شوفوا كيف الأمور بتدور. يعني نوري المالكي اللي كان مأيقن بأنه نظام بشار الأسد هو اللي عم يمارس هي الممارسات وهو اللي عم يدعم التنظيمات الإرهابية، بلحظة من اللحظات تحول إلى داعم لبشار الأسد بناء على الإملاءات الإيرانية. يعني هو عميل لإيران، أوكي كان عنده مشكلة مع النظام، بس لكن بلحظة أخرى صار موالي وصار داعم لبشار الأسد. تاريخ نظام بشار الأسد حقيقة مليء بالأعمال المشابهة. هلأ إذا نحن بدنا نشوف جدول أو قائمة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد هذا النظام إن كان بأمريكا ولا بأوروبا، رح نشوف انه هي بتتوزع على شغلتين. اول شيء بسبب نشاطه الداعم للارهاب اللي هو مثل هاي القضية، بمول منظمات بتعمل اعمال ارهابية ونتائجها بتكون هي خدمة مصالحه، وهذا الشيء حقيقة عمله من زمان كتير، يعني من ايام حافظ الاسد، وكلياتنا بنتذكر انه اصلا بقضية لوكربي اللي اتهم فيها نظام القذافي كان في اشارات بتقول بانه محمد الخولي كان يعني واحد من المسؤولين بالإضافة للجبهة الشعبية القيادة العامة، لكن اللي تحمل المسؤولية بشكل أساسي هو نظام القذافي اللي دفع
مليارات الدولارات منشان يصالح أهالي الضحايا وتتسكر القضية. طبعا نظام بشار الأسد بيتجاهل وجود هاي القضايا ضده، لأنه بيعتقد أنه هو رح ينفذ وأنه في جهة ما رح تجي تغطي على هاي العملية. قلنا أنه في نمط هو دعم الإرهاب، لكن النمط الثاني هو الجرائم اللي بيرتكبها بسياق حربه ضد الآخرين، مثل جريمة مقتل الصحفية ماري كولفين اللي أهلها رفعوا دعوة ضده بأمريكا وحصلوا حكم محكمة بدفع تعويضات بقيمة 304 مليون دولار. هذا النمط السلوكي عنده، ممكن يجي حدا تاني يتذكر أنه هاي القضية أو فلان اللي مات أو فلان اللي صار معه كذا كانت خلفيته أنه نظام بشار الأسد كان عم يدعم الجهة الفاعلة، ممكن تؤدي إلى تكرار رفع الدعاوى ضده، وبالتالي رح ياخدوا أحكام، لأنه بالقياس على هدول الحكمين رح يصير الحصول على التعويضات أمر سهل. يعني فتحت بوابة جهنم ضد النظام، وخاصة بمسألة التعويضات المالية. والشغلة الثالثة اللي هي نمط من السلوك اللي بيخلي الناس ترفع دعوة على نظام بشار الأسد هي قمعه للسوريين واعتقاله لألهم وقتل الناس تحت التعذيب. وبهذا السياق رح نتذكر بأنه قبل فترة عائلة الطبيب السوري الأمريكي مجد كملماز اللي اختفى بسجون نظام بشار الأسد وتبين لاحقا أنه قتل تحت التعذيب، هاي العائلة رفعت دعوة ضد نظام بشار الأسد، لأنه بشكل فعلي هو المسؤول عن مقتل هذا الطبيب، وبالقياس ونحن كلاتنا بنعرف أنه هو المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من السوريين واختفاء عدد مماثل بمجاهل سيطرته على البلد، رح نعرف أنه يبدو أنه المرحلة القادمة رح تكون هي مرحلة رفع الدعاوى على هذا النظام، طالما أنه في قوى دولية عم تمنع إحالة ملف سوريا لمحكمة الجنايات الدولية. ضمن المرحلة القادمة رح نشوف هذا الشيء، لكن نرجع لتحليل أساس الموضوع، ألا وهو أنه هذا النظام يعتقد بأنه هو أقوى من الجميع، لأنه ما في حدا لحد الآن يعني قرر يمارس عليه ضغط فعلي من شان يحلحل مجموعة من الملفات، وأولها ملف المعتقلين. وحتى لو قرر أنه يحرك شيء بملف المعتقلين، ناس بتعتقد أنه إذا كان عدد القتلى تحت التعذيب قياسا بالعدد الإجمالي هو 10%، فالنتائج رح تكون مع الأسف كارثية، لأنه العدد رح يكون أكبر بكتير من هذا الشيء اللي بتعتقده الناس. الحالة اللي نحن موجودين فيها بعلاقة النظام السوري مع الشعب السوري ومع الآخرين تشبه تماما وجود نظام شيطاني بيمارس كل أعمال الإرهاب وكل أعمال القتل دون سيطرة من أحد ودون محاسبة من أحد. فكرة الإفلات من العقاب هي الفكرة الأساسية اللي بينطلق منها نظام بشار الأسد بعلاقته مع الجميع. لهيك هو بيظن أنه المحاكمات بأمريكا ما رح تأثر عليه، والمحاكمات بأوروبا ما رح تأثر عليه، وحتى الحكم اللي طلع بباريس اللي هو يعني إلقاء القبض، الطلب بإلقاء القبض على بشار الأسد وماهر الأسد، هو بيعتقد كمان أنه ما رح يأثر عليه، لأنه بشار الأسد بحسب ظنه أنه هو رئيس ويتمتع بالحصانة. لكن على أرض الواقع هاي الدعاوي كلياتها رح توصل العالم لنتيجة أنه نهاية هذا النظام حتمية، لأنه الصفة العامة تبعه والجذر الأساسي لسلوكه هو الإجرام. إذا عجبكم هذا الكلام يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا الفيديو للناس المهتمين، وإلى اللقاء.